اهلا بكم مدرسه الفن والهندسه تفتح ابوابها من جديد بسداسيه في مرمى المقاولون العرب ويضرب موعد مع نادي بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر قبل الدخول في اي تفاصيل لازم أن تعرف ان دكه الزمالك لا تصلح للعب ماتش خماسي على الاطلاق واحد أوساريو بيبحث دايما للسيطره على المساحات الكبيره وده امر مش سهل على الاطلاق محتاج جهد ومحتاج شغل كتير ووقت اكبر كمان اثنين التحرك بدون كره اهم شيء بيسعى له وده دايما بيديك الافضليه ثلاثه ودي حاجه مهمه لاعيبه الزمالك بتتحرك بدون كره عن طريق تبادل الادوار وتبادل المراكز وده بيصعب من مهمه الخصم على الاطلاق في عمليه الرقابه. اربعه عملية البناء الزمالك بيعتمد في عملية البناء على الوصول للثلث الأخير من ملعب الخصم خمسة مرر وتحرك مرر وتحرك مرر وتحرك أهم حاجة بيشتغل عليها الراجل في التدريبات والتحرك بدون كرة أهم حاجة بتخلق لك المساحة رقم ستة ودي حاجة مهمة بيعتمد على هيكل ثابت في بناء اللاعب أحب أقول لكم أن الراجل ده لو معاك كواليتي لعيبة كويس كنت هتشوف الزمالك في حتة تانية مليون مبروك من الأعماق لجمهور الزمالك الحر اللي مش منتفع من الزمالك بجنيه واحد واللي بيحب الزمالك من الاعماق تحيا الحياه اذا كانت جوارك زمالك احب اقول لكم السبب الرئيسي في تدمير نادي الزمالك العظيم واحد افضل رئيس نادي في الكلام وبس مصداقيه صفر على الشمال اثنين افضل يوتيوبر افضل يوتيوبر في عام 2023 في الكلام بس في الكلام بس يا جدعان افضل رئيس نادي افضل رئيس نادي يهد الفرقه افضل رئيس نادي يوقع لعيبه بعض افضل رئيس نادي يعمل مشاكل بين اللعيبه ويهد فرقته وخمسه افضل رئيس نادي يجيب صفقات لا تليق بالكيان احب اقول لكم يا جدعان باختصار شديد للغايه بأننا سنتين عايشين في المرار المفروض نالف كتاب ونسميه الف نيله ونيله دمتم في امان الله